اليوم بدي اعمل انا وياكم كيكة كتير كتير سهلة وبسيطة ورائع وبزينة عن جد. سهلة سهلت لكم اياها قد ما فيني للزينة وتحضير الكيك كمان، وان شاء الله هيدا الكيك بينال اعجابكم. بتجربوا الطريقة ان شاء الله، بس تجربوا الطريقة ينال اعجابكم هيدا الكيك. اجمل من هيك كيك ما في، روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حطينا كوب طحين، اول شي حطينا كوبين ونص طحين، ضيف نص كوب نشا، ملعقتين صغار بيكنج باودر، حطن على جنب. عنا بالجد 5 بيضات، بضيف عليهم رشة ملح صغيرة، ملعقة صغيرة خل أبيض تمنع الزنخة من الكيك، بخفقن على سرعة عالية. بضيف نص كوب زيت نباتي، كوب حليب، ملعقة صغيرة فانيلا، كوب ونص سكر. منضيف السكر نحن وعم نخفق. خلصنا من خلط الكيك، دهنا أرض الصينية زبدة، هلأ بحط الخليط بالصينية. بعمل الصينية بهيدي الطريقة، عم حمل فرن على درجة حرارة 180 من الأعلى والأسفل. هلأ بدخل الصينية على فرن حامي مسبقا. هذا الكيك أخذ معنا بالفرن 30 دقيقة. بعد ما برد عنا الكيك هلأ بدنا نزينه. بعمل بهيدي الطريقة، ممكن تستعملوا سكينة ما في أي مشكلة. بحط حليب على الكيك، هلأ موجود عنا هون كريمة وفواكه، الفواكه المتوفرة عندكم بتقدروا تستعملوها. بدنا نزين الكيك، لونه اسم الله كتير كتير روعة طالع، كيك رائع. بدنا نزين الكيك هو بالصينية، يعني عم بعملكم طريقة كتير كتير سهلة وبسيطة لتزيين الكيك. أول شي بنحط الكريمة بكيس الكريمة، حطينا الكريمة بهيدا الشكل على الكيك. هلا بنحط فواكه، أول شي رح أحط فريز، حطينا فريز فراولة بهيدا الشكل. هلا بدي أحط كمان مشمش،
بنشيل البزر. هيا الله منزين هيك حسب الرغبة. عنب توت منضيف كمان توت بري، توت العلاء بعتقد اسمه كمان. هذا الكراميل بحطه على الوجه بيعطي شكل كتير رائع وطعمه طيب للفواكه. هيدا الكيك اللي عملته انا وياكم. قبل ما ننهي الفيديو مع بعض عندي شغله بدي اقلكم اياها واعطوني رايكم اذا بعملها او لا. شو رايكم نعمل كواليس بكل فيديو؟ حط باخر الفيديو، كل اخر فيديو حط الكواليس. مثلا انا غلطت بمقطع، حط لكم هيدا المقطع اللي غلطت فيه وحط لكم المقطع الصحيح. رايكم كتير بهمني. هلا بننهي الفيديو. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.